سي سلاح، التأقلم مع الحياة الجامعية صعيب؟ صعيب كما سمعناه الآن واللي قلناه في البداية، ولكن حاب أقول كونه يعني أمام العدد اللي عندنا متاع الطلبة، يعني الحالات القصوى تبقى ديما الحالات الاستثنائية. احنا في ما لا يقل 350 ألف طالب. معدلات التأقلم يعني بالجهات ثم معدل وطني تقريبا، اللي كونه أغلب الطلبة في النهاية بعد سنة صعبة. عادة السنة الأولى هي أصعب السنوات لأنه فيها آليات التعديل باش تقع وتتعطل أحيانا، ثم آليات تعديل داخلية ذاتية، معناها العائلة تعاون، هو يكون مستعد أكثر من غيره كذا. ثم هذه معطيات الشخص، لكن ثم معطيات موضوعية تضعهم الإدارة، تضعهم المحيط أو الإدارة الجامعية، يتوفروا في مناطق أحسن من مناطق أخرى. الآن دخلت معطيات جديدة. اليوم أنا بالتجربة الآن يعني بالمعايشة مع الحياة الطلابية والطلبة، نعرف اللي اليوم عندهم إمكانيات خير لجروب فيسبوك متاعهم شي يعمل كيف. اليوم الطلبة اليوم اللي هي ما كانتش متوفرة عن الطلبة اللي قبلهم في الأجيال السابقة، ما كانتش موجود. هذه آلية تعديل مهمة للغاية، قبل الدخول أثناء الدخول، معناها ولو اليوم تقريبا كل قسم تقريبا عنده جروب متاعه، الدروس تتبدل، ليزيشانج، المعلومات، التعديل، المساعدة، وهذا كله إحاطة يخفف ياسر على الطالب. يعني بالتالي التأقلم يلزم نراوها من منظار معناها ديناميكي، معناها ماهوش قار وستابل ومربوط كان معناها بعامل واحد، بفاعل واحد اللي هو إما الإدارة أو الطالب. لا، اليوم ثم فواعل متعدين، وأساسا كما حبيت نقول كونه المجموعة الطلبة هي في الواقع اللي تعطي الإضافة. هذا اللي سمعته أنا الآن من صعوبات وإلى آخره هي موجودة، لكن لا يقلل في شيء من العمل الكبير اللي يقوموا به موظفين وعمال. فما برشا ناس تخدم على رواحها وتعمل في عمل قدر الإمكان بالإمكانيات الموجودة، تحاول باش تقدم خدمة معقولة، لكن ثم برشا خلل، برشا نقص، إمكانيات نقص للغاية. يعني حقيقة يجب الإقرار، معناه هذا هو الإشكال الحقيقي، هو ضعف الإمكانيات. إمكانيات ناقصة للغاية، يعني ما تنجمش توفر في مبيت جامعي. ثم حياة جامعية، يعني نقول يعني شو معنى مبيت جامعي؟ هو حياة جامعية، أنت باش تعوض للطالب مكان يعيشه في داره، باش يحس روحه أنه عنده الإمكانية متاع التطور والإحساس بالأمان وأيضا ليبانويسمون يعني والترفيه، ولكن يقرأ مليح ويكون يعني عنده الإمكانية باش الناس تنجم تراه قاعد يتطور مش قاعد يتراجع، يمشي فرح يروح يبكي، ولا نسمع به نهار كله هو ولا تعرض لكذا. يعني نحب نحسه اللي هو قاعد يتقدم، والمبيت يعاونه على النجاح في الدراسة، لأنه في الأصل كما قال الطالب الأساس هو الدراسة، يلزم المبيت هذاك هو يوفر الظروف للنجاح في الدراسة. فإذا كان يولي هو عائق أمام النجاح في الدراسة تولي المهمة كلها فاشلة. إذن الإمكانيات هي اللي في الواقع تعوز، وإن شاء الله إن شاء الله المستقبل يكون خير مع الإمكانيات حتى تولي الحياة الجامعية أكثر يعني ملائمة للنجاح. نرجع معاكم على المصاعب نتاع الحياة الجامعية، وخاصة العيشة في المبيت، مباشرة بعد ما نشوفوا التقرير. تجربة المبيت الجامعي تعلم الاستقلالية، تحمل المسؤولية والمغامرة، لكن أحياناً فما وراء التصويرة هذه نقاط سوداء. نذكر منها 14 فيفري 2017، غلق المبيت الجامعي بباجة الجنوبية بعد تكرر حوادث الحرائق به، الشيء اللي تسبب في أضرار مادية. 8 مارس 2017، اعتداء من طرف مجهولين على المبيت الجامعي للفتيات بمنوبة، انجر عنه إصابة طالبة. 9 مارس 2017، تسمم أكثر من 100 طالب في مبيتات جامعية في الحي الجامعي بقابس إثر تناول وجبة عشاء في المطعم الجامعي. 7 مارس 2017، انهيار سقف غرفة بمبيت دار المعلمين، ومن حسن حظ الطالبة القطنة بالغرفة أنها لم تصب بجروح. 3 أكتوبر 2017، تسمم 8 طالبات بسبب عشاء في المطعم الجامعي ابن رشد بقفصة. 19 أكتوبر 2017، شاب يتسلل المبيت الجامعي بمنوبة للتحرش بالفتيات. 23 سبتمبر 2018، 3 حالات تسمم بالمبيت الجامعي بتطاوين. 15 فيفري 2019، طالبة بكلية الطب بتونس ماتت في مبيت الملاسين بعد نشوب حريق في غرفتها بسبب السخان الكهربائي. 23 فيفري 2019، حريق بالمبيت الجامعي بالمروج ما تسببش في خسائر بشرية، السبب سخان كهربائي. 3 جانفي القيروان، سخان كهربائي يخلف حريق
في غرفة طالبة بمبيت جامعي. حرائق، انعدام الأمن، حالات التسمم، سيرين، شنو من الحاجات اللي كنا نشوفوا فيهم عشتهم إن ولا شفتهم أنت في المبيت؟ عشنا الحريق. الحريق كانت موجودة ونفس السبب. شو معنى معناها تبدأوا قاعدين تقوم حريقة في المبيت؟ لا لا لا، معناتها عشنا فما عام عمناول ولد عمناول، فما زميلتنا ريزيستانس تسبب لها في حريق في البيت نتاعها. هي تحرقت بالريزيستانس ولا؟ لا لا، دبشها معناتها هي تحرق. هي معناتها منعت. أما هذية عشناه، عشنا التسمم، مش تسمم لمحالة، أما أكل لي حاجات أخرى، مثلاً إنك تمرض، جراء شنوة، جراء البيوت اللي ماهيش مريقلة، يبدأ عندك كوروندير، ما فماش مثلاً شباك يدخلك. شو معناها دي ما فما الهواء داخل خارج، دونك تمرض بالبرونشيت، تمرض بالأنجين، هذيك حاجة عادية. تمرض. على مستوى الصيانة، معناها بيوت نادية، بني قديم، ما فماش صيانة. والله احنا في المبيت متاعنا يجدوا. معناتها كل مره يدهنوا فما اعمال صيانه. اي، وساعات يكون فما، واللي حكى عليه الاستاذ هذاك هو الموجود، لانه احنا برشا طلبه، ساعات يبدا بلوك هو مجعول للصيانه، وفي الصيف ما تقدش نجو نحن القرايه، يا قاو عندهم شنو برشا طلبه، دونك بالضروره شنو يطلبوا انه البلوك هذاك يسكنوا فيه، لانه يكونوا فما برشا يسكنوا فيه رغم الظروف اللي هو عليها، رغم الظروف، ويعلموا معناتها على خاطر شنو هو المشكله. المشكله اكزاكتومون في الامكانيات، راهو ماهوش ساعات، راهو احنا مثلا انا اللي سكنت فيه، المدير ولا المديره يكون يعلم بالشيء اللي انت عايش فيه، معناتها يكون عارف راهو البيت خايبه، وعارف اللي الوضعيه خايبه، هو يبعث مراسلات ويكلم اللي قايمين بالمبيتات، لكن ما يكونش فما مثلا انه يجيبوه ولا يجيبوا عباد باش تصلحنا ولا. وهي شنية؟ هي سلسله كامله. احنا كطلبه زاده لازم نتحمل المسؤوليه الكبيره، انه نحن راهو ساعات خاطر مش ملكنا ما نستحفظوش عليه. على فكره احنا اتصلنا بالمسؤولين على دواوين الطلبه، مع الاسف ما نجموش يحضروا معنا، يقولوا كم بازاخ انه حتى حد ما متفرغ ولا ينجم يجي يحضر معنا، هذا للايضاح. دونك الكلام، معناتها احنا ساعات نكونوا مهملين، انه زاده ما نجموش نخلوا الريزيستانس يمشي واحنا راكدين، زاده هذاك اختار علينا انه مثلا ما نحفظ. ومن بعد شنو ساعات كيما يكون فما اداره باهيه تنجم تعاونك انك باش تقد لك تصلح لك باش كذا، كيما تنجم تكون لا. والدواوين زاده، الدواوين اللي عندها مسؤوليه كبيره اليوم، راهو احنا راهو الطلبه نجوا ابعاد ومن الابعاد، معناتها بالحق تو انا من جربه، صحابي من درمين، معناتها نتلموا على، والسبب واحد انه باش ننجحوا في قرايتنا وننوروا وجوه والدينا، ما عندنا حتى سبب اخر. احنا راهو اللي نعيشوا في المبيتات الجامعيه، معناتها متاكدين ان ماناش باش نعيشوا في وضعيه محلاه على الاخر، اما يكون عندنا الحد الادنى ان نحن نجموا نعيشوا في حاجه معتبره. بالحق يتسمى هذه فرصه بيا برشا باش العباد تعرف راهو الطالب اليوم يتحدى ويناظر باش يوصل للغايه نتاعو، باش يوصل يحقق شنو اللي هو حاب، علاش جاي من اصله. وفرصه اخرى اللي هي هو ماذا بينا الاولياء اللي عندهم اولادهم باش يجوا ما يخافوش من المبيت الجامعي، راهو ذاك فرصه. احنا انا واحده من الناس ما كنتش نتصور روحي باش نجم نعيش وحدي ونفض مشاكلي وحدي، وكنت لولا معناتها في المعهد نتاعي، وكنت ديما نسعى باش نجي لولا في القرايه، علاش؟ باش ننور دارنا. لكن كنت تفضل أنت تفضل أنه هذا يكون في ظروف أفضل، دونك أنت تقول الحرائق عادية، حالة التسمم
عادية، شنو اللي شفنا آخر كونه المبيت ما يكونش نظيف عادي نفس الشيء بالنسبة لكم الكل؟ مدام فما تضحيات من المبيتات، لأنه فما مبيتات عندهم حالات استثنائية كيف ما أنا وسيرين فرد مبيت، القانون أنه في المبيت الطالب عنده الحق بالنسبة للذكور عنده عام، وإذا كان ناجح العام الثاني. دونك نزيدوا نفسروها، الحق في المبيت الجامعي حق يعني محصور بوقت، بالنسبة للذكور عندهم الحق في عام، وبالنسبة للإناث عندكم الحق في عامين. احنا المبيت بتاعنا للماستير وناخذه، فالتضحيات هو مش تضحيات، فما ضغط يصير على الديوان الخدمات، فبالتالي يتعدى الضغط للحي الجامعي، فتلقى برشا ناس قاعدة تدخل للمبيت وهو تلقاه ماستير، يعني فما مشكل كبير، فتلقى انه في عوذيه الها باش يصلح والا يعمل الصيانه اللازمه لبعض البيوت، فيلقى يعمل الحد الادنى باش البيوت الاخرين يبقاو فيهم الناس الاخرى، تلقاه ماستير وياخو معناها ما والا تيرمينال والا وياخو الشومبر بتاعو، فذيك تخلي زاد مسؤوليه كبيره على المبيت. زاد فما تقاعس زاد من العاملين، لا من العاملين فما تقاعس، وقت اللي طالب يهبط ورقه يكتب فيها راهو مثلا شباك بيتي، انا مثلا شخصيا نحكي تو على السنه الجامعيه الحاليه، شباك بيتي تو نصفنا العام سي بون، معناها باش انا تيرمينال باش نكمل معناها امتحاناتي هلايا مات، نصفنا العام وشباك البيت مازال مسكر، اجتهاد بيني انا وبين امي باش معناها مازال مسكر، مازال معناها مكسر عفوا، فباجتهاد بيني وبين بنومي باش نشوفوا كيفاش معناها، ولا نخموا نشوفوا شكون معناها نعملوا بلار يجي يديلكم الشباك، اي ولا نعملوا بلار احنا هو ما فيش بلار اصلا، البلار مكسر شق دخل في البرد مكسر كريمو، مثلا جيت ترسم مخر لاسباب او لاخرى، مثلا انت رسمت على السيت جبت دبشك مخر، تلقى روحك البيت ما فيهاش طاوله، ما في الخزانة ناقصة. إيش معناها؟ معناها تعمل دروسك في فرشك؟ تعمل دروسك في فرشك، ما مش أحكيك على الأمبيونس، معناها لذاك اللي يتخلق، تعمل دروسك في فرشك حتى باش تركز، وإلا تترسيلك تهبط فك البرد لك الصالات الكبيرة اللي موجودة في الحي الجامعي. أنتم مازال عندكم مشكلة نتاع ماء القصة؟ أي فما مشكلة. كلكم عندكم مشكلة نتاع ماء القصة؟ أنت خليتك بالشامبو قبيلة. حتى ماء السبيلة يقص. يقعد ثلاثة أيام غير ماء عادي. ثلاثة أيام ما فماش ماء في المبيت. قصة السبيلة. دونك أبار اللي أنت تشري في الماء اللي تشرب فيه، تولي تزيد تشري في ماء باش تسخن باش. فما حاجة أنت خاطر ما عندك حتى حل، فوايي كامل ويقعد بثلاثة أيام معناها ماء مقصوص، والماء حتى كي يرجع ما يرجعش نظيف، بطبيعتنا ما نشربوش منه. صحيح. فما حاجة في المبيت الجامعي أبار أنه عندك الحق في عامين ولا ثلاثة ولا اللي هو، فما حاجة إيجابية هذه بالنسبة لنا اللي يكون ناشط في المبيت الجامعي ويعمل أنشطة ثقافية ويخلق جو، يكون عنده الفرصة أنه باش يسكن في المبيت خمسة سنين حتى للدكتوراه تكون عندك الحق، يعني يشجعوا على أنك تكون ناشط في شنو؟ في المسرح، في الكل ما نشاط ثقافي، نشاط ثقافي بالاساس، ويوفروا لنا مسابقات وطنيه وساعات مسابقات دوليه، هذايا باش احنا زاد دون ذلك اني مش موهوب لا في رياضه ولا في فن، شنو يعمل وقت اللي يوفيوا العامين بالنسبه للبنات والعام بالنسبه للاولاد؟ هو راهو كي تجي تقدم انت المطلب معناتها راهو احنا مثلا في المبيت نتاعنا باهي ينجموا كي تنجم معناتها تقدم مطلب وتقابل شكون من الديوان ينجم يحلك السيت وترسم، على خاطر فما راهو طلبه غير قادرين باش يكري ولا غير قادر. ما هذا هو توا الاشكال، خاطر انت تقول ينجم انا بمزيه حالات اجتماعيه كهو استثناءات للمبدا اي تخلي الديوان انه او تخلي المبيت الجامعي، فانه مثلا المبيت الجامعي والا الحي الجامعي بصفه عامه عنده طاقه استيعاب نوعا ما مازالت تتحمل وساعات فوق الطاقه، تلقاه تجي الموافقه من الديوان والاداري قاعد يفركس معاك على وين باش يسكنك. اكزاكتلي. كي ما يلقالكش. يلقالك. شنو يلقى في جميع، يعني نحكيو على طلبه
الطلبة اللي موجودين كل اليوم في المبيتات الكلهم يلقوا لهم حل. اي بنحكي لك على الاستثناء اللي احنا بتاع المبيت بتاعي المبيت الجامعي. مش نحكي على المبيت الجامعي نتاعك، انا نحكي بصفة عامة. توا انتم زملائكم اللي معاكم مثلا اللي البنية اللي عادت عامين والا الوليد اللي عدى عام بعد العامين من المفروض يقولوا لهم تسامحنا تخلينا البقعة. تعمل الايس كريم تاعك وبعد يقول لك اقعد استنى ندخلوا جماعة البريمير والدوزيام هذيكم وكل البقعة. انت وقتاش باش يجاوبوك؟ انا نبدا باغ اكزومبل القراية البريمير سبتمبر عادي هما يجاوبوك في اكتوبر. فمعناها شنو معناها؟ معناها انت بديت تقرا ديجا وفي المبيت تبدا انت تقرا ديجا وموجودة في المبيت. اي وهما ديجا مازالوا ما يجاوبوكش على الفوايي، معناها يجاوبوك على الفوايي خاطرك انت ترمينال والا ماستير ولا حاجة يجاوبوك ماخر برشا. شو يقولوا لك؟ تقول لك تنجم تقعد تعمل سكري. اما رانا باش نجاوبوك اسكو عندك الحق بالنفي ولا بالايجاب؟ اي راهو من بعد معناها تنجم تجي انت في اكتوبر يقول لك تسامحنا تخلينا البقعه. ما تدخلش جمله الفوايي. ما تدخلوش بالكل. تعمل سكري على السيت مش لازم في الفوايي، لانسكري في السيت معناها تقيد امورك في السيت وكل شيء ويقولوا لك الموافقه مازال ما تمتش. وقتها شنو لازمك تعمل؟ وقتها تتصرف يا اما تنجم ترسكي في الفوايي. السنه الجامعيه ترسكي في الفوايي ونرجع لك. السنه الجامعيه تبدا عندنا في كثير من المؤسسات الجامعيه تبدا هي 14 اسبوع. السداسي الاول هو 14 اسبوع تقريبا. في ال 14 اسبوع ثم طلبه يغيبوا خمسه ست اسابيع الاولانيين ما يجيوش لانه ما عندهمش وين يمشيو، لانه مش يجيك من البلاد وما عندوش وين يمشي. ما عندوش وين يمشي، ماهوش قادر انه يكري بالغلاء نتاع الكراوات اللي ولا موجود كما قلت. والا فما زاد المبيتات الخاصه اللي هما زاد ينتظر حتى لي كما قلت حتى لين في اكتوبر او هذا بعد ستة اسابيع من الدخول. معناها يضيع ستة اسابيع على 14. احسب انت الطالب عش قلت امكانيات هذاك الشيء خسر الطالب. وهنا ما تنجمش تلوم الطالب لانه مش يجيك من جهه بعيده ما عنده كما قلنا وين يمشي باش ينتظر حتى يجاوبوه. فما حتى في جانفيي زاد هو في جانفيي مازال ما دخلش الجامعه دوزيام ليلة معناتها تصرف اكري في جانفيي تفرغ يفرغ الفوايي خاطر فما زي ماني ماستير ما يقراوش عام كامل حدهم جانفي وفما ترمينال زاد تاع بي اس بي زاد المبكيات في الفوايي. يعني احنا عندنا عامين فرحنا انه ولات فما مع ديوان الخدمات الجامعيه للشمال والى للجنوب ولات فما منظومه الكترونيه فعلى اساس انه تطورنا فالمنظومه الالكترونيه زادت صعبت الماموريه وعجزت الحكايه. فما برشا ما يتقال فيها المنظومه الالكترونيه. اي المنظومه الالكترونيه تقرا ميشو بوا وما زلت ما نعرفش كيفاش زدت دخلتها بعضها. السيستم ما يتعداش والا المطلب بتاعك ريزو طايح والا معناها ولينا في مشكله اخرى وكانه فما سياسه مماطله باش الطالب خاصه في العالم الثاني اللي باش يقدم على اسعاف بالسكن يمشي يشوف حل على حل اخر على روحه خي. بيه الحلول الحلول شنو هي الحلول؟ انك تلقى روحك بليش سكنه. وزيد احنا ريت انا نقرا في ليزيت دونك ليزيت ماهيش معنيه بفوايي سيدي منصور خاطر بعيد عليها وليزيت ما عندهاش فوايي خاص بها دونك الفوايي نتاع سيدي منصور شكون يلم جماعه الهش سي وجماعه الدرواء دونك يقول لك تستنى كيف غيرك انت علاش جاينا ما عندك حتى حل راهو ماكش تابع انت ماكش تابع سيدي منصور انت برا امشي للفاك نتاعك شوف لك حل. دونك غاديكا يقول لك راهو الفوايي هذايا ما يلم كان جماعه اللي هاش سي وجماعه الدرواء. خلاصه القول انه الطالب ينجم وانا نقرا السيستم يلقى روحه ما عندوش سكنه. والاصعب والادهى في الحكايه انه يستغلوا مثلا المنطقه اللي انت فيها يستغل يعرف اللي هو مبيت جامعي يعرف اللي فما طلبه يعرف مؤسسه جامعيه فكالكري يولي الدوبل والتريبل على خاطرك الطالب هذاك دونك الطالب مجبر انه يكري بعيد على الجامعه على خاطر مصروف اخر فتلقاه حسبه. يعني ريت الحسبه هذه الكل تخلي يا اما الطالب يكون عنده استقلاليه وعنده ذكاء في التعامل وشخصيته تزيد تتبنى او تاخذوا المنحة اخر انه فما اللي انقطع عن الدراسه جمله. عرفتوا ناس انقطعوا عن القرايه خاطر ما لقاوش فين يسكنوا. الناس تعبت وما نجمتش تقاوم. ما نجمتش تقاوم فقط حكايه اللي ما لقاوش
وين يسكنوا ولا المصاعب بصفة عامة ولا صعبت عليهم الظروف كاملة، هي الظروف الكل دونك كلها متعلقة بالمدينة اللي يخليه المبيت يكملوا المعهد العالي ولا الظروف اللي شنو اللي فيه والا الجامعة والا اللي تخليه الجامعة يكملوا المحيط الخارجي سيرتو انت وكيفاش اسكو تأقلمت معاه ولا ما تأقلمتش معاه. ديما نرجعوا من الأول للحاجة اللي احنا اسكو احنا نحبوا نعملوها والا لا، يا انا جاي نقرا القراية هذيك اللي حاجتي بها والا لا، نحبها والا لا باش نقدم فيها. سامحني نقاطعك شوي، انت تحب هالقراية هذيك وتقرا فيها عن قناعة، لكن ما عندكش وين تسكن شنو تعمل، وما عندكش الماديات اللي تسمح لك انك تكري البرة والا تمشي المبيت خاص تخبر شنو تعمل؟ فما مسألة ترسكي كما قلت ترسكي ترسكي في الفوايه الشهر هذاك ترسكي ترسكي تحكي مع العساس تحكي مع اصحابك تتصرف تسبب له في تطريد العساس يطلع في الليل في الفوايه الكل يرسكي وهذه حاجه عاديه في الفوايه كل حاجه عاديه ترسكي يدخلوا وقت يا اما فطور نص نهار والا فطور ولا في العشاء تدخل مع اصحابها ترسكي يعني يتقاسموا معها الفرش يتقاسم معها الفرش جمعه جمعتين حتى لين تريق امورها يا اما يعطيوها الشومبري يا اما تشوف امورها باش تكري ولا حكايه ليسونسيال بريود الاولانيه هكا تقول هاني مرسكيه لقيت وين انا نجم بيت وكل شيء ريقل اموري خاطر بريود الاولانيه صعيبه راهي تبدا ماكش فاهم حتى شيء فوي وفاك وامورك داخله بعضها تقول خليني رسكي البريود الاولى. لا انا في بالي الطلبه الجدد اللي داخلين سنه اولى عندهم اولويه اكيد عندهم اولويه صعب التروازيم اني وحتى اللي عاملين ريورونتاسيون كيف كيف زاد عندهم اولويه خاطر ريورونتاسيون هو ديجا سنه اولى في المؤسسه اللي هو ماشي لها دونك فعنده الاولويه هو يلقى الاشكال اللي يقرا سنه ثالثه ويبدا بالماستر هذيك هما اللي يلقى اشكال انه يجاوبك روتار كما قلت لك عادي شهر شهر ونص باش يجاوبوك اما بصفه عامه مادام تعرف على شنو قادم انت اذا كان هو قانونيا عندك عامين والا عام فاذا كان باش توصل ماستير والا ترمينال وتقبلت في الفوايه فعندك الزهر او يلزم معناها حاجه ثانويه لكن من الاول المشاكل اللي تصير فما ساعات حتى من الاول يتعطلوا لهم حتى في الدخول في القبول والا لا فما مشاكل كبيره تصير من الناحيه هذه بون فهمنا اللي كمان ظروف ماهيش ولا بد ماهيش ولا بد ولو انه كي نسمع حكايتكم مش نحس فيكم منهارين والا معنوياتكم طايحه كلمه كل واحد يقول لي فيها السنه الجامعيه السنه في المبيت الجامعي شنو هي الانطباع نتاعك العام شنو في كلمه قل لي شنو هي احساسك تجاه التجربه هذه تجربة محلاها ونهار اخر جيب بنية مستحيل ما تسكنش في الفويي تجرب الحياة الجامعية وتجرب الفويي تحية لوالدينا اللي صبروا معنا صحابنا الكل وبرافو برافو لينا احنا خاطرنا كنا دي جورديين وكملنا السنوات اللي فينا كان الاول اللي كان فينا عداها كما كان انا واحدة من الناس فخورة بروحي على خاطر كنت بالحق من جربة لتونس تحديت كل شيء ما كنتش نفرق بين مترو وترا وما نعرف الفرق بين حد شيء لكن اليوم ننجح ماجور خرجت لفرنسا على خاطر قرايتي وكنت عندي تجربه قويه وقتاش قلت حتى شخصيتي وقتاش قلت بالمبيت الجامعي دونك الحلقه هذه ما مشوش الوالدين فك علينا من المبيت الجامعي الجو راهو كان في الفويي البسيسه تتمد وقت الفويي وقت الشده تشوف الجماعه الكل لا شنو عندك جبت حاجه بنينه اليوم دونك محلاها وفريمون احسن تجربه الحياه الجامعيه في كلمة محلاها تجربة الفوايي حتى معناتها صغاري بعد نلقى شنو باش نحكي لهم شنو معناتها عشت في الفوايي كيفاش معناتها الصعوبات بالباهي وبالخايب بالباهي وبالخايب معناتها نلقى شنو باش نحكي لهم معناتها كيما عشت في الفوايي شنو باش نحكي لهم معناتها ما عندي ما نحكي لهم جست حاني قريت وحاني وصلت يعني انت اصلا في الفوايي كي مثلا تلقى ديفيكولتي كيف هكا تعرف روحك معناتها تعمل على روحك باش فيسح تكمل القرايه وتخرج منها الحكايه هذيك تلقى خدمه باش تحسن معناتها النيفو نتاعك وسي بون معناتها الحمد لله بالراس نفس الشيء يا ملا ولا لا انا قويتني برشا وردتني معناها نعرف كيفاش نتحمل مسؤوليتي وكيفاش نجم نعيش في الدنيا والاكسبيريونس تاع الفوي بالرغم من الحاجات هذيكم خلوني معناها نوليت ناكل كل شيء ونتصرف كل شيء ونغسل دبشي وحدي وليت نعرف نطيب وليت نغسل دبشي وحدي وليت ناكل الزبده اللي عمري في حياتي ما كليتها في الفويي الخبز البيت اللي ما كليتوش كليته في الفويي معناها يخليك اللي انت تتحمل مسؤوليه وتعرف كيفاش تعيش في الدنيا هذه انا اليوم نقول لهم استانس بالسفاقس
وليت صفاقس خير لي من تونس، وليت نقعد في صفاقس ما عادش يقلقني، نقعد بالشهر شهرين ما نروحش لدارنا. نقول لهم عادي في صفاقس عندي داري ما يقلقنيش حتى شيء. دونك اكسبيريونس قويتني برشا. تجربة أكثر من رائعة وتجربة إنسانية تولي العائلات تتحل، يعني ولتنا عائلتنا ولينا العائلات نعرفوا بعضهم في حالة واحدة بركة. عائلات أصحابك اللي في الفوية؟ أي أي أي، في حالة واحدة بركة، إنه وقت اللي نكون أنا من الأول اختياري صحيح وجاي نقرأ في القراية اللي نحب عليها، فالمشاكل الأخرين كالصيانة والكل تولي مشاكل ثانوية. سناء بالضبط، هي تجربة معناها تبدل برشا حاجات فيك، تقوي العبد، تخليك تعرف حتى نقاط الضعف متاعك معناها وتبني عليهم وتحسن. برسمي تحية كبيرة لوالدينا اللي تعبين على الأخر على الأخر، ومعناتها يعملوا أكثر من مجهودهم باش يوصلوا يوفرونا ويقررونا، خاصة اللي قروا في زوز وثلاثة وأربعة طلبة، معناها مش سهلة بالكل، بالكريب بالمصروف معناها تحية كبيرة لبابا اللي ما فهمش منه برشا بالرسمي، خاطر كان بو أم صاحب خو. أما بالنسبة للأولياء بالرسمي ميساج لكل ولي، خلوا ولادكم يختاروا وحدهم، حبوهم أما مش أكثر من لازم، خلوهم يعملوا على رواحهم. الحقيقة محليه محليه الفينيش، التفاؤل هذايا الكل والامل هذايا الكل، الايجابيه هذايا الكل. فقط انا ماذا بيا لو كان هذا الكل، فرحه الحياه اللي نشوفوا فيها تكون في ظروف حسنه. سي سلاح، دار تونس في باريس الظروف ماهيش كيف ما نحكي، علاش احنا التوانسه هي دار التوانسة في باريس، دار الطلبة التوانسة في باريس، علاش كيف نمشيو غادي نوليو فرانسيس؟ علاش الظروف اللي موجودة غادي ما نوفروش نفسها للطلبة التوانسة لأولادنا التوانسة اللي في تونس؟ باهي، أولاً الثقافة فعلاً معناها عندها دخل كبير، المعايير معناها اللي تتنظم بها الدور في فرنسا، وإن كانت هي دار تونس معناها مجعولة للطلبة التونسيين في فرنسا، المعايير يلزمها تستقيم مع المعايير القائمة الموجودة في الدولة المستضيفة. دونك نقولوا اللي المعايير غير المعايير. معايير. اثنين، ما ننساوش الطلبة التونسيين اللي يسكنوا في دار تونس يدفعوا ما لا يقل على 500 يورو. يعني دفع يعني مال، يعني وهو ايضا ثمن بصدق، معناه رغم اللي دار تونس في باريس تشرف كل تونسي حقيقه، معناه هذه كلمه حق، يعني على كل مستويات تقريبا بصوره عامه مشرفه لكن باهظه. الثمن ما هو حسب مستوى العيش، الكلفه طالب هو جاي هو طالب وان كان عائلته راه، اما 500 يورو واكثر احيانا. لكن سامحني في هذه، راهو لازم تشوف زاده، معناها انا مشيت وقريت، معناها عديت فتره طويله غادي، معناها الكري غاديك باش تكري مسكن ماهوش مسكن، هو بيت في سطح ولا في اللوطه، معناها في معناها ما نحكيوش، معناها اقل من 500 يورو مستحيل، ومن سبع المستحيلات في باريس ما تلقاهمش. لكن سامحني، دونك سي غولاتيف، معناها دار تونس فيها عمل جدي، دار تونس فيها تظاهره كل أسبوع، أنشطة ثقافية رائعة، استضافات، حفلات، يعني شيء ممتع. حفلات رمضان في دار تونس يعني تشبه إلى معناها 600 يورو ولا 500 يورو، أنت البرة تكري ب 700 ب 800، مش 100 يورو هي باش تغير باش تعطيك. لكن أنا شنو نقول؟ نقول كونه حتى اللي سمعناها عند الطلبة نتاعنا هنا في محطة في حياة كل شاب، ثم زوز محطات ولا ثلاثة محطات رئيسية، محطة الجيش، خدمة السنة بتاع الجيش، الحياة الجماعية، واللي ما عاشهاش كما قالوا هما بالضبط، رغم كل شيء فيها نقصته برشا حاجات. الحياة الجماعية تعلمك أشياء كثيرة، تخرجك من مرحلة الرفض نتاع الرفض نتاع قبل نرفض ولا ولا ربما حتى التمرد السلبي، إلى مرحلة المسؤولية الإيجابية، تتحمل نفسك، تولي حقيقة تكتشف نفسك. احنا يعني بون نحكيو على المبيت بالذات، خاطر الحياة الجامعية فما طلبة يمشوا في المبيت الجامعي، أما المبيت الجامعي، المبيت هو الجامعي هو اللي باش يعلمك. أنا قلت يعني باش تعلم، أنا قلت شو باش نقول لك أبسط حاجة، احنا تمنيت أنهم يذكروا بعض الأشياء البسيطة اللي تكون أشياء كبيرة. مش سهل أنك أنت باش تسكن مع واحد في بيت ولا مع فتاة أخرى في بيت أخرى، أنا نحب نرقد هو ما يحبش يرقد، أنا نحب شعر ضو ما يحبش شعر ضو. هذه فقط
باش تخلق نطفي ضوء ولا نشعل ضوء، نحل الشباك نحل الشباك، انا باش نوصل لاتفاق انا نلقاو نفهموا بعضنا، فهذه خطوه كبيره برشا على مستوى النضج للاستعداد للحياه المشتركه في المجتمع. الضوء فقط، انبوب الضوء، لانه تنجم تقف تسكر الضوء ولا ما تسكرش الضوء، خلي الشباك محلول ما خلي الشباك محلول، مانيش نتكلم على شكون يطيب وشكون يغسل وشكون ينظف وشكون يسكر الباب وراه وشكون ديما عمره ما يقفل الباب ويخليه ديما محلول وشكون وشكون وشكون. هالاشياء الصغيره، التفاصيل الصغيره هذه هي اللي تثقف وتكون الانسان وتعلمه انه يعود يولي عبد اخر وقت اللي دخل ماهوش هو اللي خرج، خرج انسان اخر مختلف تماما، خرج انسان اناديولت ريالمون كهل عنده تجربة وعنده مسؤولية نفسه وعنده مواقف تجاه المجتمع وتجاه العالم داير، مش حتى تجاه المجتمع، لأنه ولي طالب متسيس فاهم الحياة، عنده مواقف مشترك منخرط يعني يساهم بإيجابية في حياة كثيرة، عنده مواقف عنده ما يقول، وهذا في حد ذاته كله مكتسب ما جاش به من قبل. دكتورة كلمة الختام كان محاوصلي أون فان كون خرجنا بنتيجة إيجابية، أنا الحوصلة متاع هذه كل تجربة إيجابية تعلموا منها ياسر باللي خايب فيها وباللي باهي فيها، وخليتهم ينميوا شخصيتهم ويتعلموا يعملوا على رواحهم وحضرتهم للحياة معناها الكهل من بعد باش يخدموا باش يعيشوا باش دونك هي بدا مرحلة تحضير لما بعد. تجربة إيجابية على أمل أني تتحسن ظروف الإقامة في المبيتات الجامعية حتى لنشبنا شبابنا وشاباتنا يقرأوا في ظروف طيبة. هذه كانت حلقتنا اليوم، نتقابلوا الجمعة الجاية في حكاية